لنا بشهر 5 هون بالخليل موجودين، بس الافتتاح الرسمي كان اليوم. طبعا حصلنا على تقريبا 30 40 ملف فعلا كانوا بحاجة إلى تمثيل قانوني بسبب وضعهم المالي أو بسبب أسباب أخرى، تفكك أسري وما إلى ذلك. احنا في النيابة العامة في الخليل ننظر لوجود هذه المؤسسة على أرض الخليل، المحافظة اللي الأكبر على مستوى الوطن، ننظر لها بأهمية كبرى جدا جدا جدا، لأنها فعلا هي بتعطي فرصة للمتهمين اللي غير قادرين على توكيل محامين، فرصة إنهم يدافعوا عن أنفسهم من خلال هذه المؤسسة. وإحنا بحاجة ماسة، لأنه في كثير من القضايا اللي كان فيها متهمين ما عندهم قدرة على توكيل محامين، وهذا أدى إلى تعطيل إجراءات التقاضي، بس وجود هذه المؤسسة فعلا اليوم بمنحهم أنه يختصروا من إجراءات التقاضي وبمنحهم فرصة في توكيل محامين، وبالتالي هذا بيسهل عملنا وبيسهل على المتهمين أنفسهم. شكرا على حضوركم جدا، نشير معهم لتحياتهم ولدعمهم. المؤسسة القانونية الدولية معنية على تمثيل المتهمين الفقراء وتوفير المحامي الدفاع العام عن المتهمين، بحيث أنه منقوم بتمثيل في القضايا الجنائية سواء كانت جنايات أو جنح عن المتهمين الفقراء بدون تقاضي أي أتعاب. حاليا لنا 3 مكاتب بالضفة، موجود في جنين وفي رام الله المكتب الرئيسي، واليوم افتتاحنا الرسمي لمكتب الخليل.